عشان كده انا مشرفني انه يكون معايا في 90 دقيقه دلوقتي سياده الوزير الشجاع والمحارب الدكتور طارق شوقي، وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني. مساء الخير معالي الوزير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم معانا في 90 دقيقه. وخليني ابدا مع حضرتك باول يوم في الدراسه، ايه ملاحظات حضرتك عن اليوم الاول في بدايه العام الدراسي الجديد؟ والله زي ما حضرتك وصفتي، هي بتبقى ملحمه كبيره جدا جدا، لانه فعلا عندنا 23 مليون طالب ما بين التعليم العام والفني، وعندنا يمكن 1,400,000 من الساده المعلمين، ومعاهم بقى مئات الالاف من الاداريين. التقارير من الجمهوريه كلها مطمئنه جدا، ومظاهر الحقيقه بديعه، خصوصا في المحافظات وفي الوادي الجديد وفي سيناء وفي الصعيد مصر، شيء مشرف. والسادة على الأرض مدير المديريات طبعا بإشراف السادة المحافظين عاملين شغل كتير جدا. طبعا عندنا مشاكل في بعض النقط، في كثافات الفصول مزمنة زي ما حضرتك قلتي، ملف كان مسكوت عنه عشرات السنين يعني، بنحاول نتغلب عليها، وبنعمل زي ما حضرتك يعني شرحتي الحقيقة بوضوح حاجات بالتوازي كتيرة جدا جدا جدا. يمكن يجي الوقت نتكلم عليها لو حضرتك حابة. طبعا يا فندم اتفضل، ده احنا بنحكي واقع فلازم حضرتك يعني تقوله، وتفضل احنا سامعين، اتفضل يا فندم. الاول قرار السيد الرئيس طبعا اللي هو لولا لم يكن في اي تطوير للتعليم، هو الاعتناء بهذين الملفين التعليم والصحة من قبل كورونا. فكرة بناء الانسان المصري أطلقها الرئيس في ديسمبر 14 ومشينا عليها، وده كان بداية ولادة بنك المعرفة سنة يناير 16. كل ده كان قبل كورونا، الرؤية دي ما كانش ليها علاقة بالكورونا، هي نفعتنا بعد كده، إنما الرؤية كانت موجودة وتم بناء نظام، وده الاستثمار الأكبر يمكن الناس تبقى عارفة، بناء نظام تعليم مصري جديد، هو ده اللي هينقلنا ده كان الحلم. ده الحلم، الحلم ده اتعمل منه 6 سنوات دراسية بدءا من كي جي 1 لحد رابعة ابتدائي. الو، يعني رابعة ابتدائي. ايوه يا فندم، حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم، اتفضل اتفضل. رابعة ابتدائي هذا العام وصل لها قطار التطوير، وبالتالي بقى عندنا محتوى مختلف تماما في الشكل والاسلوب، وزي ما حضرتك قلتي معمول مع ارقى المؤسسات حول العالم بالتعاون مع مركز تطوير المناهج في مصر واساتذه من كليات التربيه، وضامنين ان هو زيه زي اي منهج في اي دوله متقدمه.